مجدي، شايف التشكيل الانسب من وجهة نظرك اللي ممكن يبتدي بيه كولر هذا اللقاء؟ يعني انا بشوف انه طبعا الشناوي عنصر مهم جدا جدا، شايف انه قلب الدفاع يعني الثنائيه اللي كولر بيفضلها محمود متولي ومحمد عبد المنعم لو جاهزين 100% ان شاء الله، وده جاهزين ان شاء الله فباذن الله دول اللي يكونوا قلبين الدفاع. متخيل ان محمد هاني الاستقرار الفني والجاهزيه باذن الله البدنيه زي ما اتقال لنا الفتره اللي فاتت باذن الله من كل التفاصيل عن هاني هو العنصر الاكثر، وعلي معلول خط النص بتفق تماما ان احنا ممكن محتاجين نلعب كده، بس ديانج يبقى ليه مهام هجوميه شويه. يعني انا متخيل ان ديانج هو اللي هيجاريهم جدا في النص الاختراق كمان يا من بدري. ديانج واخد مهام مع كولر، هما الثلاثه ليهم مهام هجوميه مع كولر، ديانج وحمدي فتحي والسوليه، بس ديانج حلاوته ان هو بيقطع مسافات اطول كتير بالكره في رجله، واحنا مش عايزين ناخده يعني اتفق مع جيمي الثلاثه الثلاثي يكونوا موجودين ديانج وحمدي فتحي والسوليه مع مهام هجوميه واضحه لديانج، لان انت لو عددك اقل قدام خصوصا ان احنا اجنحتنا عندنا يعني قوه بدنيه في السرعات وكده، بس احنا اجنحتنا مش طويله قوي في الملعب، يعني ممكن يخسروا السرعات البدنيه لو كان عدد المنافس اكتر منك في نص ملعبه. فاحنا محتاجين ديانج لا يبقى دايما في نص ملعب المنافس او حمدي فتحي على طريقه ماتش الزمالك. الجناحين بشوف انه حسين الشحات واحمد عبد القادر، والاسترايكر انا حابب انه يبدا بشريف دلوقتي، انا بختلف، وكهربا يبدا على طول اول الشوط، يعني كهربا يبقى اول عنصر يتم الاستعانه به في البدايه. ده مش توقعي، انا متخيل ان كهربا ممكن يبدا. تختلف معاه في ايه؟ تختلف معاه في خط الهجوم. انا هو قال حسين الشحات، حسين عبد القادر محمد شريف. انا بشوف ان طاهر لازم يبدا في الحته اليمين، بشوف ان طاهر قوي جدا بيقدر يلعب كمان. حسين شحات لعيب قوي جدا في كاس العالم ودايما بيلعب، ميزه حلوه جدا المدير الفني عنده عناصر كتير، يبقى عنده النهارده كل الادوات موجوده تحت ايده بالظبط. عارف ان لسه يقولوا كل واحد تشكيله لان كله بيختلف. طبعا بالظبط طبعا. يعني انت لو دلوقتي سالتك هتقول لي تشكيل ثالث، لو انا تشكيل رابع، انا وجهه نظري دايما، فكل واحد هتلاقي نفسك في الاخر ايه، في 3 4 معروفين ان هم كده كده هيلعبوا، لكن الباقي هتلاقي في تشكيلات مختلفه كتيره جدا بنسمعها كلنا على السوشيال ميديا وفي كل مكان، وكل واحد من الاساتذه النقاد الرياضيين المتخصصين في هذا الامر كل واحد بيقول وجهه نظره وتشكيل مختلف. هنا كابتن الفرقه الفتره اللي فاتت كمان يمكن رجعت بشكل قوي جدا، بدنيا بقت عاليه قوي، دي لازم الناس تبقى مركزه فيها. ان فعلا النادي الاهلي بدنيا الحمد لله بقى قوي جدا في الملعب، بيقدر ان هو من اول دقيقه 90 للدقيقه 90 واجبات كل لعيبه بتتنفذ بالحرف. يمكن في واجب بيعمله لعيبه نص الملعب يا كابتن في النادي الاهلي، واجب رائع بين السوليه وحمدي وديانج، الثلاثه عندهم تناغم بشكل كبير جدا في الاداء. حمدي بيمين ناحيه الشمال مع احمد عبد القادر ومعالي معلول، الناحيه الثانيه بنشوف كمان ديانج بيوقف في القلب، وتلاقي عمرو السوليه بيضغط مع طاهر او مع حسين، والناحيه الثانيه ديانج بيقدر يطلع بالكره بشكل كويس جدا في الاختراق. فالثلاثه بتوع وسط ملعب النادي الاهلي هم اللي عندهم القدره في تحريك كل المسائل. انا بختلف بس في حته الثلاثه اللي قدام، انا بشوف ان طاهر ممكن يبدا بشكل اساسي، هيبقى عنده برده اوبشن بشكل كبير جدا النادي الاهلي. بشوف ان الكهرباء انا بشوفه لازم يبدا بشكل اساسي. شريف رجع يعني باك رائع بشكل كبير جدا مباراه الزمالك، سجل هدفين، ما احلى عوده يعني انك ترجع قدام نادي الزمالك وتسجل هدفين. ولكن بشوف ان كهربا الفتره اللي فاتت لازم تستغل ان هو حماسه زايد جدا جدا، عنده احساس يا كابتن كمان بالمكان رائع، وانت كنت مهاجم وعارف عنده احساس بالمكان، بيقدر كمان في لحظه يعدي واحد على واحد. كمان عبد القادر بشوف انه حل برده يكون مميز جدا في ناحيه الشمال، لان عبد القادر عنده المهاره اللي ممكن تكون مختلفه عن كل لعيبه النادي الاهلي، مختلفه عن كل لعيبه اوكلاند سيتي. الميزه في لعيبه النادي الاهلي انهم عندهم خبرات كاس العالم للانديه بالظبط. الجيل ده كمان مش لعيبه جديده، يعني كل اللي انتم بتختلفوا عليهم مين يكون موجود من البدايه او كتير مش موجود اوريدي لعب كاس عالم، فعنده خبرات كتير جدا. كان بيلعبوا مونتيري ولعبوا بالميراس ولعبوا الهلال السعودي، عوده ميرسي تاو برده عوده مهمه بالزبط. جدا في عارف الحل ايه؟ الحل ايه في القصه اللي انتوا عمالين نختلف فيها دي؟ نلعب 15 16 لا لا دي غريبه جدا، استنى يوم الاربعاء الساعه 9 مساء ونستنى نعرف من كولر وخلاص. لا احنا نقول الاسهل لينا. انتوا عندك على دكه البدلاء عدد كبير جدا، يعني انت عندك عدد كلهم اساسيين، ده ميزه.